لسه موجودين. معتصم احنا لايف. جايين ولا طلعوا؟ هذيك هو جاء من فوق. يا يعني متابعينا، اسعد الله مساءكم بكل خير. في هذه اللحظات قوات الاحتلال تقتحم بلده سلواد شرق مدينه رام الله. ممكن الحرق. هنا متابعينا، قوات الاحتلال تقتحم بلدة سلواد في هذه اللحظات. قوات خاصة من جيش الاحتلال تقتحم بلدة سلواد. متابعينا، اقتحام لبلدة سلواد. قوات خاصة تقتحم بلدة سلواد شمالي شرق مدينة رام الله. يعني متابعينا، في هذه اللحظات قوات الاحتلال تقتحم بلدة سلواد شمالي شرق مدينة رام الله. يعني تلخيص لأحداث هذه الليلة، يعني هكذا تبدو الصورة في بلدة سلواد شمالي شرق مدينة رام الله. اقتحام موسع لبلدة سلواد. قبل قليل حاولنا الاقتراب من مكان الحدث، لكن تواجد كثيف لقوات القناصة، قناصة جيش الاحتلال، قامت بإرجاعنا. الوضع هنا خطير متابعينا.
هنا كما ترون توافد عشرات الشبان نحو مكان الاقتحام في بلدة سلواد. يعني بالتزامن مع موعد الإفطار، قوات خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة كوبر شمالي مدينة رام الله واعتقلت عدة مواطنين عرفوا منهم الأسير المحرر خلدون البرغوثي. وبعد ذلك قوات خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة سلواد شمال شرق مدينة رام الله. اندلعت مواجهات أثناء عملية الاقتحام. قوات الاحتلال حاصرت منزلا واطلقت النار، حيث طالبت شابا عبر مكبرات الصوت بتسليم نفسه في منطقة رأس علي ببلدة سلواد شمال شرق مدينة رام الله. يعني ايضا اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الفتاح حامد بحسب مصادر محلية من بلدة سلواد. وبعد ذلك قوات الاحتلال دفعت بقوات عسكرية إلى بلدة سلواد وحدثت مواجهات أثناء اقتحام قوات الاحتلال. وبحسب الإعلام العبري قوات الاحتلال حاصرت خلية للمقاومة الفلسطينية في بلدة سلواد شمال شرق رام الله. يعني متابعينا استمرار اقتحام بلدة سلواد شمالي شرق مدينة رام الله، وصول عدد من الشبان، عدد كبير من الشبان إلى مكان الاقتحام. نحن معكم في هذه التغطية المباشرة والمستمرة عبر شبكة جي ميديا الإخبارية لتغطية اقتحام بلدة سلواد. كنا قبل قليل معكم في بث مباشر من اقتحام بلدة كوبر. قوات خاصة اقتحمت بلدة كوبر والآن اقتحام لبلدة سلواد. متابعينا نحن معكم في تغطية مباشرة ومستمرة عبر شبكتنا. توافد أعداد كبيرة من الشبان نحو محيط الاقتحام. تغطيتنا مستمرة متابعينا. يعني إجمال للأحداث التي حدثت منذ قرابة الساعتين حتى اللحظة، قوات خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة كوبر واعتقلت عددا من الشبان عرف منهم الأسير المحرر خلدون البرغوثي. حدثت مواجهات عنيفة أثناء دخول وخروج قوات الاحتلال من بلدة كوبر. أثناء اقتحام بلدة كوبر قوات خاصة أيضا اقتحمت بلدة سلواد شمال شرق مدينة رام الله.
بحسب الإعلام العبري قوات الاحتلال حاصرت خلية للمقاومة الفلسطينية في بلدة سلواد، تبعها وصول تعزيزات عسكرية إلى البلدة، اعتقال للأسير عفوا اعتقال للمواطن عبد الفتاح حامد بحسب مصادر محلية. يعني هكذا تبدو صورة الاقتحام في بلدة سلواد متابعينا. قبل قليل حاولنا الاقتراب من مكان الاقتحام، لكن قوات الاحتلال قامت بإرجاعنا، حيث تنشر قوات كبيرة من القناصة الإسرائيلية في الأسطح القريبة من مكان الاقتحام. يعني الوضع خطير متابعينا، نحن على أقرب نقطة من مكان الاقتحام. يعني متابعينا الاقتحام مستمر لبلدة سلواد شمالي شرق مدينة رام الله، كما ترون في الصورة توافد عشرات الشبان نحو محيط الاقتحام. تغطيتنا مستمرة عبر شبكة جي ميديا الإخبارية. يعني في هذه اللحظات ارتقاء فتى شهيدا برصاص الاحتلال خلال المواجهات التي اندلعت قرب بلدة حوسان قضاء بلدة بيت لحم مدينة بيت لحم. وين الانسحاب من هام؟ انسحاب. الانسحاب من وين؟ الانسحاب. مش عارف كيف الدنزلة ميزة مروه.
كيف تنزل. يعني متابعينا تغطيتنا مستمرة من بلدة سلواد. قوات الاحتلال تقتحم بلدة سلواد شمالي شرق مدينة رام الله. تواجد للقوات العسكرية في منطقة راس علي. هذه الصورة التي تظهر لكم هي أقرب منطقة استطعنا الوصول إليها في محيط الاقتحام بسبب تواجد عدد كبير من القوات القناصة الإسرائيلية في منطقة راس علي. حاولنا قبل قليل الاقتراب لكن خطورة الوضع هي من منعتنا من الاقتراب متابعينا. نحن معكم في تغطية مباشرة ومستمرة عبر شبكة جي ميديا الإخبارية لتغطية اقتحام بلدة سلواد شمالي شرق مدينة رام الله. حملة اعتقال حملة اقتحامات واسعة هذه الليلة، اقتحام لبلدة كوبر وأيضا اقتحام لبلدة سلواد، وقبل قليل ارتقاء لشاب برصاص الاحتلال في بلدة حوسان قضاء مدينة بيت لحم خلال المواجهات التي اندلعت هناك. أيضا اندلعت مواجهات في كل من بلدتي كوبر وسلواد أثناء عملية الاقتحام للبلدتين. والآن تتمركز القوة العسكرية داخل بلدة سلواد. يعني الآن بدء الانسحاب من بلدة كوبر، سلواد، بدء الانسحاب من بلدة سلواد في هذه اللحظات.
عمير يعني قوات الاحتلال تتجهز للانسحاب في هذه اللحظات من بلدة سلواد شمال شرق مدينة رام الله. متابعينا ابقوا معنا في هذا البث. اسمع محمد نصيحتي حطها بزاوية منيح لما يجي حدا يقف قدامك خرب شوي عليها الشباب يعني بردوا بس كل مرتين ثلاث شكلهم من الكرة الثانية زاوية Thank you.
اطلاق لرصاص الحي متابعينا، اطلاق لرصاص الحي خلال المواجهات المندلعه في بلده سلواد. مواجهات عنيفه الان تندلع متابعينا، مواجهات عنيفه واطلاق للرصاص الحي خلال عمليه الاقتحام في بلده سلواد. اطلاق للرصاص الحي متابعينا، مواجهات عنيفه الان تندلع في بلده سلواد شمالي شرق مدينه رام الله. اطلاق للزجاجات الحارقه تجاه قوات الاحتلال، مواجهات عنيفه. اطلاق للرصاص الحي الكثيف خلال عملية انسحاب قوات الاحتلال متابعينا، مواجهات عنيفة الآن تندلع على الهواء مباشرة. مواجهات عنيفة اندلعت أثناء انسحاب الاحتلال. معتصم الحي عندنا ضرب، ها الحي ضرب، ها الحي ضرب عند السطوع عندنا. اطلاق للرصاص الحي متابعينا في هذه اللحظات، اطلاق كثيف للرصاص الحي. هنبطح هنبطح هنبطح، متابعينا اطلاق كثيف للرصاص الحي تجاه الشبان، مواجهات عنيفه الان تندلع بالتزامن مع اقتحام بلده سلواد. اطلاق كثيف للرصاص الحي. هناك اصابه الان، هناك اصابه الان متابعينا، اصابه احد الشبان بالرصاص الحي في هذه اللحظات. خالد انت لايف؟ انت لايف؟ يعني اطلاق رصاص كثيف تجاه شبان خلال عملية الاقتحام متابعينا. وين؟ هاني من بتحت قبش؟ من بتحت؟ من بتحت؟ من بتحت؟
اصابت احد الشبان بالرصاص الحي. تخافش تخافش تخافش. اصابت احد الشبان بالرصاص الحي متابعينا، لا نستطيع الاقتراب من الكاميرا بسبب كثافه الرصاص الحي خلال المواجهات المندلعه. الان تواجد لقوات الاحتلال تحتي مباشره الذي تظهر في الصوره. قوات الاحتلال اطلقت الرصاص الكثيف تجاه الشبان وتجاهنا ايضا مباشره خلال عمليه الاقتحام. الوضع خطر جدا، الوضع خطر جدا متابعينا. الوضع خطر جدا خلال عملية الاقتحام. اصابت احد الشبان الان بالرصاص الحي خلال عمليه اقتحام بلده سلواد متابعينا. مستمر لي الرصاص الحي. إصابات عديدة برصاص الاحتلال. اصابت احد الشبان الان برصاص الاحتلال الرصاص الحي متابعينا. اصابه بالرصاص الحي الان على الهواء مباشره. يعني اصابه لاحد الشبان بالرصاص الحي. Thank you.
يعني أحد الجبهات العسكرية الآن تعلق أثنان انسحاب مواجهات عنيفة جدا. إطلاق رصاص الرصاص الحي متابعينا، إطلاق كثيف للرصاص الحي. إطلاق كثيف للرصاص الحي متابعينا. إطلاق كثيف للرصاص الحي متابعينا. إطلاق رصاص كثيف خلال عملية الاقتحام. إطلاق كثيف للرصاص الحي، كثيف جدا إطلاق الرصاص متابعينا. خالد انت لايف؟ قديش واحد بيحضر؟ قديش واحد بيحضر؟ تجيب لساته محله؟ طب ضلك من يفتح، ضلك من يفتح. إطلاق مستمر للرصاص الحي الكثيف متابعينا.
قصتك لايف؟ اه المشاهدات. شو الصورة اللي عندك؟ شو الصورة اللي عندك؟ الصورة مبينة قدامك. يعني متابعينا كما ترون في الصورة استمرار اقتحام بلدة سلواد شمالي شرق رام الله، اندلعت مواجهات عنيفة جدا جدا أثناء انسحاب الاحتلال عطل في أحد الجبهات العسكرية. الآن كما يظهر في الصورة قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الكثيف جدا تجاه شبان خلال الانسحاب، مواجهات عنيفة جدا اندلعت، قمنا بتوثيقها عبر شبكتنا شبكة جي ميديا الإخبارية. نحن معكم في تغطية مباشرة ومستمرة، تابعونا. عط نايم عط نايم عيال عط نايم عط نايم عط نايم تعالون عط نايم عط نايم الفيادك عط نايم كله عط نايم الفيادك متصل تعال تعال بريس وير بريس بريس الفيادك كين ها عط نايم عط نايم خليك تعال اطفي اللايت في اللايت خليك في اللايت عط نايم عط نايم خليت في اللايف خليتك في اللايف اطفي عادي اطفي شو ضرب التليفون تكو ما يلا شو ما زودت يلا
كل خير.